استاذ ومعانا الاستاذ ممدوح رمزي، سياده المستشار ممدوح رمزي. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اهلا استاذ عادل، ربنا يخليك. اهلا بيك. سياده اهلا المستشار بيك حبيبي، ربنا يخليك. يعني بقى لنا كتير ما اتكلمناش مع بعض. ومجلس الشعب او مجلس النواب القادم، يعني لما تتفق ناس باسم مصر، ويعني التانيين هيبقوا مش باسم مصر، ما كل الاحزاب بتعمل من اجل مصر. يعني هل متفق معايا في ان مفيش حد ياخد مصر او الرئاسه ويتنحى او ينتحي بيها جانبا، ويبقى هو ده الوطنيه والتاني لا يمثل الوطنيه، ولا ده شيء متفق عليه في مصر؟ كلمنا على الحكايه دي يا استاذ عادل. انا الحقيقه غير راضي، انت اتعودت مني في حواراتي على الصراحه. تمام. طالما بيدخل الملف السياسة، انت النهاردة بتبعت كفاءات انها ممكن تدخل تبقى نواب على المستوى الحقيقي، لكن دلوقتي زي ما احنا شفنا 50% قوائم 50% فردي. انت تعلم ان الاقباط لا ينجحون في الانتخابات الفردية لانه ما زالت ثقافة المواطن المصري ثقافة طائفية. تمام. فبالتالي مالكش نصيب في نص العدد، واخد بالك؟ القوائم سيادتك عشان تخش لازم تدفع. طب ويعني احنا مين معاه بالارقام الفلكيه يا استاذ عادل؟ 5 مليون و10 مليون والكلام ده. فالحقيقه يعني انا غير مستريح لهذا الوضع طبعا، لانه بيبعد كفاءات كثيره وناس اصحاب يعني ثقافات وعمل نيابي. انت عارف انا دخلت البرلمان واعرف قيمه البرلمان، يعني ايه والتشريع يعني ايه والكلام ده. للاسف كل النهارده لما حتى تلاحظ مجلس الشيوخ بقى اسمع لغير مسمى، ان شباب صغير ما بين ال 35 وال 45 ونحو الحكماء واصحاب الثقافات واصحاب السياسه والقامات والنخب وكل ده ابعد بسبب القوائم. تمام. النهارده اللي معاه هو اللي بيقدر يوصل. فانما صدقوا بالوطنيه، احنا كلنا وطنيين ولا تفرق بين مواطن واخر. بالزبط. كلنا بنحب مصر والجميع يعلم هذا المساوي. احنا لا بننافق ولا بنمارع. مصر دي زي ما قال البابا شنوده يعني وصفها اجمل توصيف، مصر وطن يعيش فينا يعني. تمام. فما بلاش ناخد في سكه ثانيه، مع ده يبقى وطني واللي مش مع ده يبقى لا لا. ده خدوا اسم الرئيس كمان في الاجتماع اللي حصل، خدوا اسم الرئيس ان هو بناء على بناء على يعني ان الدوله دي عايزه الرئيس عبد الفتاح السيسي كده يعني. ده هو مش عايزكم مره يعني من الاخر يعني مستغني عنه. خلينا نقول انا بقول كلمه وليس مجامله او ممالاه يا عادل بيه. تمام. هو يعتبر هذا الرجل بعد محمد علي مباشره. أنا يعني لما خليني بس أقول اتفضل. ما قدمه السيسي هو اللي اتكلم عنه مش أنا اللي هتكلم. تمام. إنما هو الوحيد اللي جاء بعد محمد علي. أنت عارف إحنا قاسينا إخواننا بتوع 52 لم يصنعوا شيء لمصر وهم اللي خلقوا الطائفية. إنما هو من ساعة ما جاء لك المواطن المصري، عشان كده خفت حدة التعصب لحد كبير يا عادل بيه. تمام. حصل. يعني ملحوظه ان هو راجل جاي عارف عيوب كل اللي سبقوه، كان عبد الناصر ولا السادات ولا حسني مبارك، تلاشى كل عيوب هؤلاء. تمام. والراجل ايه ما قدمه خلال السنوات القصيره دي لم يسبقه في احد، عشان بس نتكلم. وانا بعيد، انا راجل لا دخلت الشيوخ ولا هدخل نواب، انما انا بقول كلمه حق. هو من انجح الرؤساء المصريين اللي جوه في تاريخ مصر. يعني عمل مشاريع لا تتخيلها وعمل نهضه لا تتخيلها، ولكن تبقى الثقافه مش هنختزل 68 سنه يا عادل بيه، من 52 لغايه 2000 يعني ولا في 10 سنين. عايزه خطه 30 ولا في 20، ده عايزه خطه 50 وخطه 20 عشان نعدي يعني ونحي الدين على جنب زي ما عملت اوروبا. الدين في مؤسساته يا عادل بيه. تمام. في سؤال هنا يا استاذ ممدوح، يعني بيقولوا ان في التكتل الوطني او اسميها الوطني انا يعني يا مجازا، هيبقى تكتلين وطنيين، تكتل بالاحزاب دي وتكتل بالاحزاب دي.
ده شيء من الديمقراطية صحيح، لأن التكتلات دي لازم يعلنوا عن برامجهم وأهدافهم، وإن المفروض يبقى ده نواة لأنهم يبقوا حزب واحد طالما متفقين في الآراء والمبادئ والاستراتيجية والكلام ده كله، ما تبقاش حصص يعني جوه الأحزاب ويبقى تكتلين والمواطن المصري يختار. يعني ممكن يكون ده هو الهدف من التكتلات. هل ده أنت شايفه؟ هل ده أنت أريه في الواقع المصري؟ اتفضل. لا يا عادل بيه يا حبيبي، هو اللي حصل النهارده مفيش قايمه مقابله فقضي الامر. انت النهارده لما دخلنا مثلا انتخابات مجلس الشيوخ مفيش غير القايمه اللي عملها مصطفى الموطن مع اثنين او ثلاثه، ولم يكن هناك قايمه مقابله. نفس ما حدث في انتخابات الشيوخ هو اللي حصل في النواب. مفيش معارضه، مفيش يعني قائمة مقابلة عشان نقول الانتخابات، يعني اللهم إلا طبعا الانتخابات الفردية دي هينزل فيها الناس والمستقلين وأصغرهم والكلام ده. إنما لا تسألني عن نصف البرلمان يا عادل بيه، تمام. لا تسألني عن ال 300 اللي هيجوا بالقوائم، لا. إنما تسألني عن الانتخابات الفردية اللي هتنتج نواب كثيرون مختلفين في الرأي مع نواب احنا ملتزمين والأحزاب. احنا لازم نبقى ملتزمين من ال 284 فردي بالمرأة والمعاقين واللقباط وغيره، ما في حاجة توب ملزمة برضه فيه. ما هو ده النهارده متى ترجعش يا عادل منه في قطة ينجح انتخابات فردية؟ خلينا واقعيين، مش هينجح. ولو ده لو حصلت مره في الاسكندريه وفي القاهره مش هتحصل في المحافظات. كانت في اعقاب مين يا استاذ عادل؟ كانت في اعقاب مرسي. تمام. كان هناك يعني فتح المجال ان كان نجح عندنا في صبغه اثنين او في عين شمس اثنين، دي مساله لم تتكرر يا استاذ عادل. حصل. لانه عين شمس تحديدا كمان كانت بؤره للاخوان والسلفيين وغيرهم. لكن هو كان في العقاب عايزين يعني يخلصوا من هؤلاء الارهابيين، فقال لك نطلع مسيحيين. يعني شمس بؤرة التطلف في الدين تطلع اثنين مسيحيين، هذا لن يتكرر يا استاذ عادل. انما انا اقول لك لن ينجح قبطي في الانتخابات الفرديه. تمام. عشان استاذ يعني النهارده يعني انا عايز استفيد من خبرتك برضه في القانون الدستوري يا استاذ ممدوح، يعني كده يعني دستوريا لو التحالف ده ممكن يكون حكومه لو كسب يعني. ها، اولا احنا عادل بيه ما بناخدش حتى في تكوين الوزارات المختلفه، الرئيس بيدور على الكفاءات ما بيتقيدش بالاحزاب. راجل بيدور على الكفاءات، عايز يجيب اصحاب الكفاءات والمتخصصين والعلماء والكلام ده. انما انا لن تقيدني حته انه الاحزاب دي جابت اغلبيه. ما انت ما قدامكش معارض يا عادل بيه عشان تقول لي انا اختار. ما انت طبيعي هم اللي هيجوا هم اللي هتختار منهم. ما انا لا عندي اغلبيه ولا عندي معارضه، انا ما عنديش الاثنين. ما هو ده دي مش سياسه يا استاذ ممدوح. لا يا فندم، هو الاختيارات الرئيس فيها طبعا بيكلف حد برئاسه الوزراء وبيعرض عليه. لان ما فيش حزب متفوق، لان ده تحالف، ما فيش واحد واخد 50% زائد واحد. بالظبط كده يا استاذ عادل، هي عباره عن بيقودهم حزب مستقبل وطن، بياخد معاه حكومات وطن، بياخد الجمهوريين، وهكذا. ثلاث اربع احزاب يعني. تمام. لان انت عارف بمنتهى الموضوعيه يا عادل، احنا ما عندناش حاجه مع احزاب في مصر، كلها احزاب ورقيه كرتونيه لا معنى لها. تمام، هو ده اللي حاصل. عندنا فعلا يا عادل بينا مع الطبيعه لا تشعر بوجود احزاب. لا، وبرنامج الكتله ده ايه برنامجه؟ ما فيش برنامج يعني حضرتك. الاختيارات من 17 سبتمبر ما فيش برنامج. شفت بلدي عادل بيه في العالم كله فيها 104 حزب. شفت امريكا مصر يا استاذ ممدوح. امريكا بعظمتها وقوتها يا عادل بيه فيها حزبين. فيها حزبين كبار، فيها خمس ست احزاب كده مش شغالين، لكن في الحزبين اللي هم حزب الخضر والكلام ده ما تقوليش. هي جمهوري ديمقراطي. انما انا ما عنديش احزاب اصلا، والمواطن المصري لا يشعر بوجود احزاب.
طب اديني فرصه للمناقشه علشان يمكن ارائنا دي توصل للقياده السياسيه ونغير في المستقبل. يعني حضرتك هنا لما يبقى في انا لما اتكلمت على على فكره انا لما اتكلمت على رئيس ما كنتش مجامل، انا بديله حقه. لا 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 ما حدش يقدر يجامل في النقطه دي لان احنا شايفين بعينينا. يا فندم يا فندم، الوحيد الرئيس الوحيد اللي جه بعد محمد علي تمام بعد 20 سنه تمام، انما دول اللي دمرونا بتوع اللي دمرونا بتوع 52 هم ما انت عارف. لا عايز اقول حاجه هنا بس سياسيه برضه يا استاذ ممدوح، يعني انا مش عايز اشطر بالتاريخ قوي لان مصر داخله على نهضه وانا اتمنى ان تبقى نهضه سياسيه كمان. يعني مثلا حزب الديمقراط او حزب الريبابليكان بيعملوا زي تبرعات لحتى للسنت وللبريزنتيف اللي هم الشيوخ وايضا ممثلين مجلس النواب الامريكي اللي هم الكونجرس ودعم للرئاسه، فبيعملوا تبرعات تبع الاحزاب والاحزاب دي بتضم يعني شركات كتيره جدا، رجال اعمال وشركات وحاجات كتيره قوي، فبيجمعوا بالملايين، فالموضوع مش محتاج شخص يصرف على الانتخابات. المانع ان يبقى في تكتل حزبي ويصبح حزب واحد ويبقى رجال الاعمال هم اللي بيصرفوا على الكلام ده، فلما يجي يختاروا كفاءه ما يشترطوش ان هو يدفع. بتتكلم عن الواقع الامريكي او الواقع الاوروبي عادل بيه، احنا في مصر يا حبيبي. طب ما مصر لازم لما نخش السياسه نخشها صح. ما ده عايز سنوات طويله بقى استاذ عادل. معلش نقول الراي، نقول الراي والقياده السياسيه تقدر يعني تبلوره يعني. الذي عادل بيه الذي حدث ابعد كفاءات عظيمه 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 اكيد بسبب الفلوس. طب وهل المصريين الاحرار مش هيكون كتله؟ لا طبعا اطلاقا، لا 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 ده حس منتهي كمان، مجرد ان هم خلصوا عليه فهو ده يعني يعتبر في ذاكره التاريخ تمام، لكن مفيش. فالنهارده عادل بيه فكرتني بفيلم احمد زكي لما قال اللي معهوش ما يلزموش. فاللي كل اخواننا اللي دخلوا النظام الاوائم يعني من الاثرياء، انما الناس المثقفين. هل متوقع يبقى في 40 واحد في القوائم الاقباط مثلا زي المره اللي فاتت؟ لا ما توصلش، لا ده الفرصه لعادل بيه، ده هو احنا طلعنا 10 في القوائم ويمكن زياده الرئيس عين من 10 ل 12 واحد ثاني، هم لا يتعدوا ال 25 بحال من احوال القوائم بالمستعجلين. 25 يعني تقريبا 5 كام 5%؟ بالنسبه ل 300 يعني يعتبر حاجه ما اعرفش كام في المية الحقيقه. انا 25 يعني ما هي 25% الربع يعني في المية، يبقى على 300 يبقى لا ده احنا داخلين كده على نسبه صعبه قوي يعني. ايوه بقول لحضرتك، وانت لو جبت لو وهذا حلم طبعا نتمنى ان يتحقق، انه لو وصلت 50 من اعتقد ان النواب 650 باين او شيء من هذا 550 القديم. اعتقد 284 يعني لا كتير. لو اديلك 50 وده المفروض الحد الادنى يعني. وبعدين يا عادل بيه يا حبيبي، ما احنا عندنا النهارده في المجلس الحالي عملوا ايه؟ مش بالعدد، الواحد لما كان في مجلس الشورى كان يتفكك نص المجلس. الفكره بما تنتجه يا عادل بيه وما تحويه المضابط، دي اللي تقيم بيها النائب، انما مش بالعدد والكلام ده. لا 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 ما احنا يعني عملنا احنا كنا سامع عن هو غالبا هيكون 623 باختيارات الرئاسه يعني. هو بس هو الرئيس بس هو اللي بيعيد التوازن للمشهد السياسي لما بيختار المسيحيين. فانا اعتقد يعني نسبه الشورى مش في الشيوخ مش واحده، واتصور واتمنى ان يكون هناك 50 نائب في النواب، يعني شيء راقي كمان على ايام حسني مبارك والاخ انور السادات كان 10 المفروض المسيحيين كاملين، لا ده جموا في وقت قسموهم 5 مسيحيين و5 مسلمين. طب ما انت عندك وال10 دول معمولين عشان معروف ان القبط اللي ينجح في انتخابات البلديه، فعملوا 10 ايام السادات وحسني قسموهم يبدو 5 مسيحيين و5 مسلمين. لا لا الحياه السياسيه لسه بدري عليها،
عايزه ثقافه وعايزه 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 زي ما قلت لك. طب مجلس الشيوخ اخباره ايه في الاختيارات الرئاسيه؟ لسه لم يعلن بقى. والله هيعلن يوم الاربعاء اللي جاي عادل بيه مع الكل. الاسماء يعني. هتعلن يوم الاربعاء الفردي والقوائم واختيارات السيد الرئيس. لو اختاروك هتوافق؟ طبعا شرف، لما يختارك رئيس الجمهوريه شرف. تمام. هرفض؟ لا، ده الرئيس اللي بيختارك، يبقى معنى ان رئيس الجمهوريه اختارك يبقى انت راجل كفاءه، يبقى انت راجل اسم، يبقى انت من المثقفين والنخبه. نرجو ذلك يعني. محدش هيرفض الناس. انت ليك خبره قانونيه ودستوريه وسياسيه و 45 سنه الحمد لله في السياسه. صريح ومش مش ما بتجادلش مجرد الجدال. يا عادل بيه طالما انا بحلل يبقى لازم اكون امين واكون صريح، انما مش هزوق. تمام مش هزوق. استاذ ممدوح، احنا يهمنا ان يكون في حياه سياسيه، ويمكن التكتل ده لازم يبقى في تكتل قصاده تاني. يعني هل وجهه النظر دي مش واصله للقياده السياسيه ان يعمل تكتلين كبار بحيث ان الانتخابات تبقى فيها حماسه يعني؟ على فكره الرئيس ما بيحبش اللي بتعمله الاحزاب. قال للاسف يعني. لا الرئيس مش حابب الكلام ده. الرئيس انسى زي ما قلت لك، انسى قاعده من ساعه ما جاء المواطن المصري ولا عمر ذلك. انا بقول لك يا عادل بيه بلا مجامله، حده التعصب خفت النهارده، الشعب ابتدى يستوعب. ايوه، انا عايز استفيد بقى بالسياسه بحده التعصب اللي تخف دي، اختار النخبه السياسيه اللي ما فيهاش طائفيه خالص، ويبقى فيها اثراء للحياه السياسيه، وبالتالي اثراء للحياه الاجتماعيه في مصر، والتنميه تبقى مستمره. اللي بنقوله يا استاذ عادل، يعني انا اجيب ممدوح رمزي لكفاءته مش لانه مسيحي، اجيب مصطفى الدكتور مصطفى الفيري لكفاءته مش لانه مسلم، لا طبعا. انت تختار كفاءات، انت رفعت لواء او شعار المواطن المصري اللي هيفيد بلده، ما تبصش لون ولا جنس ولا عقيدته. تمام. استاذ ممدوح خفت حده الطائفيه، لكنها لم يعني لم تختفي، لم تفعل يا استاذ عادل. هي خفت لكنها لم تفعل التفعيل الحقيقي. طب المطلوب ايه عشان تفعل؟ يعني الراجل يعمل ايه اكتر من كده؟ لا، هو عمل كل اللي عليه، بس هو بيحطوا ماده من سنه اولى ابتدائي يا استاذ عادل لغايه سنه ايه اللي انا اتكلمت عنه في احدى الحلقات. ايوه. لا تقول لي جنسي او ديني او عقيدتي، كلمني عن وطني وما يتم فيه وما افعله. يا ريت ما تكلمنيش، ما تجيب الدين يا عادل بيه. اوروبا لما تخلفت ايام سفوك الغفران خرجوا العلمانيين والناس اللي بيحبوا وطنه لا على جنب، حاسب انت هتأدي هتروح الكنيسه وبس، خارج اطار الكنيسه ما تتدخلش ولا اي حاجه. اوروبا تقدمت. يا ريت. امريكا كله. فاحنا عايزين ده الدين داخل مؤسساته فقط، ولا ينبغي ان يتغلغل خارج اطر المبنى الديني نفسه. طب ما في ناس بتقول ان القياده السياسيه هي اللي بتسمح للدين لبعض المؤسسات الدينيه للتدخل في السياسه. ده صحيح، لكن الرئيس لما بيوصل لعلمه بياخد موقف عنيف. يعني ما الرئيس مش حابب القصه دي. ما هو تدخله يعني في السياسه هو اللي بيوصل للعند ده. لا، هو نفسه عنيف في حته انه يخلط الدين بالسياسه. لأن هو شاف المراد اللي عاش في الشعب المصري من أيام عبد الناصر نهاية بحسن مبارك. هو عموما هو أول رئيس يسأل على الهوى اللي بيصمموا المدن فين الكنيسة، يعني دي ما حصلتش قبل كده. أيوه، أول رئيس عادل بيه. أنا معاك. فمعنى حتى وأول رئيس تبنى في عهده كنائس كتيرة جدا في المدن، رغم إن في مشاكل في القرى والعزب والحاجات دي نقرها. ويكفي انه قنن، ويكفي انه عمل تحفه معماريه. ولا يكفي، احنا عايزين المزيد يعني. هو عمل حاجات كتيره قوي. احنا هو على فكره عادل بيه هو مش ممانع. تمام. هو اي مدينه جديده يا استاذ عادل على طول، لانه مره جاله مسؤول من سنتين ثلاثه قال له هنا يا فندم مديريه الامن او مركز الشرطه، وهنا المحكمه، وهنا الجامع.
قال له فين الكنيسه؟ هذا الرئيس، هذا الرئيس يا استاذ لك ان تعلم يا عادل. ده هقول لك قصه بس عشان تعرف. حسني مبارك حكم 30 سنه لم يدخل الكنيسه في اي مناسبه الا يوم ما مات فكري مكرم، وانا كنت صديق فكري مكرم من سنه 77 حتى وفاته في 2000. لا في واحد تاني من مجلس الدوله برضه توفى مسيحي ودخل الكنيسه، كانت كنيسه المرعشتي اعتقد يعني. لا انا بكلمك على الكاتدرائيه يا عادل. الكاتدرائيه راح مره واحده. انا كنت قاعد ولا حسني مبارك ما فيش بيني وبينه اقسم بالله مترين. ما دخل على فكره حسني مبارك كان كل خطاباته العلمانيه وما كانش بيجيب لا سيره دوله دينيه ولا غيره، لكن هو كان مدي الاخوان 88 كرسي. لا بس كان مدي مساحه وكان سايب. لا 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 ما فيش. طب الاحزاب السلفيه يا استاذ ممدوح هتخش الانتخابات ازاي؟ نعم. لا مش هتخش، وده شيء جميل وعظيم. هو يعني حاجه قصاد حاجه. لا يا عادل بيه ما فيش حد فيهم هيخش. ليه بقى؟ لان انت وانت بتروح عشان تعمل الفيش، ودي اول حاجه لاحظتها انا لما رحت عملت الفيش. قال لي معلش، قلت له البتاع اللي معلش يا ممدوح بيه احنا بنستعلم الاول عن. قلت له طب انا ممدوح رمزي عشان اشوف انتوا عاملين ده عشان تحجبوا الارهابيين والسلفيين. فطبعا لا، وانا سعيد بهذا طبعا. طبعا انه لن يتسللوا اطلاقا. فطبعا الانتخابات محكومه، الشعب المصري نفسه كارثهم يا عادل بيه. هو الشعب المصري، الشعب المصري كما تدعوه او كما يعني زي ما بيقولوا ايه، هو في ارضيه دينيه عنده، فهي دي المشكله انك تستغل الدين وتدخله في السياسه. في ناس ما بتفهمش ده. عشان كده احنا بنقول افصل يا سيدي الدين، ما حدش منعك من التدين. بس ما فيش الشعب المصري بعنصري مسيحي ومسلم متدين على عيني وعلى راسي. بس نزلت الشارع يا عادل بيه لا احد يعرف هويتك، وده اللي انا شفته في اوروبا وشفته في امريكا. تنزل الشارع لا احد يعرف هويتك ولا عقيدتك ولا لو حد كلمك واتهمك انك انت مسيحي او مسلم ممكن انك ترفع عليه قضيه تخرب بيت امه يعني. يا بيه انا مره عملتها في انجلترا وانا طالب، ما كنتش اعرف عادل بيه. فولد اسود افريقي ضايقني، او واحد من جامايكا اسود، فقلت له سليف اوف سليف. يا نهار اسود مشكله. طبعا يعني طبعا رغم ان في جزء عنصري جوه الانسان نفسه ايا كان، وما زالت في جزئيه خاصه بالانسان نفسه، لكن القوانين تخلو من هذا يعني. القوانين بتذبح جناحك يا عادل بيه. تمام. الكل تحت لواءه. تمام. انا وانا في انجلترا كانت الاميره عم بتتحاكم لانها كانت سايقه وهي مخموره. تمام. لا القانون ما عندوش رب الحميه في اوروبا. بالظبط. في امريكا. تمام. استاذ ممدوح يعني انا دايما مستقبل الحياه الحزبيه ايه؟ قرات معاك يا يعني انا عارف ان انت عضو حزب. حزب حضرتك ايه اللي انت مشترك فيه؟ لا ده انا كنت انا مع انا ورامي لكح في حزب مصرينا، وجاء يعني رامي جمد الحزب. فما قلتش يعني انا كنت مع رامي لكح. طب هل المستقلين ممكن انهم يعملوا قايمه حتى لو على المستوى الفردي؟ على المستوى ده اللي هيحصل في الفردي. طب ده كويس. مش قايمه يا عادل بيه، لكن كل واحد هيبقى اتفاق يعني. هيبقى كيفما يحب يعني. لكن مفيش قضايا في الفاضي يا عادل. طب ده في مميزات برضه يا استاذ ممدوح، يعني رغم ان احنا ممكن نقول سياسيا مش متفقين معاه، الا انه برضه يعني اهل الشر زي ما اعلنوا الاحزاب مش داخلين، فيبقى دي برضه فيها ميزه يعني. ما دي فيها ميزه طبعا. وبالتاكيد برضه يا عادل بيه الانتخابات الفاضيه تفرز ناس كويسه وناس شعبويين والكلام ده. يعني اما القايمه دي فما فيهاش مجهود يا عادل بيه، ان ما فيش قايمه مقابله لغايه دلوقتي. ما فيش قايمه مقابله، وهم هيوسعوا ل 20 حزب يعني. ولن يكون. طب الاتفاقات في القايمه على انا عايز بس يعني عشان اقول للناس، هل الاتفاقات في القايمه على المبادئ والاستراتيجيات ولا حصص؟ لا هي حصص.
مش استراتيجيات. تمام، انا اقدر فيك شفافيتك. يعني انا كحزب مصاب الوطن مثلا عملت تحالف بجيب معايا الاحزاب مثلا الوفد والجمهوريين، تاخد كم كرسي وانت تاخد كم كرسي وهكذا. انت تاخد كذا وانا اخد كذا، انما عشان استراتيجيه معينه او ده لا 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 لا. تمام تمام، احنا بنشكرك وبنشكر شفافيتك، ونتمنى انك انت تبقى موجود في مجلس الشيوخ القادم، لان الصوت الوطني، الحس القانوني الدستوري، لازم ان هو فعلا نسمعه، ويعني يستجاب لكل الاراء الايجابيه اللي بيقولها. احنا والله لا نتخلى عن خدمه وطننا سواء موجودين او بره، احنا ناس بنحب بلدنا ولا احد يزيد على وطنيتنا ان شاء الله. خير خير يا استاذ المستشار، وربنا معاك دايما. انا بس دايما يا عادل بيه، انا بسعد بحواراتي معاك صدقني. ربنا يخليك، شكرا. واحنا بنسعد يعني بيك دايما بسعد. وانت صريح دايما والشفافيه المطلقه، وانت رجل حزبي وسياسي وقديم وليك باع طويل في هذا المجال وخبره قانونيه لا يستهان بيها. نرجو الاستفاده منها في مجلس الشيوخ يا رب ان شاء الله. نتمنى انما اختيار الرئيس للنواب المعينين ده فخر لكل مصر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا يا ممدوح بيه، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، شكرا على المداخله.